أصدقائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. معكم أحمد شفيق، مدرب الأصوات والمقامات. النهاردة يوم مختلف، ومعايا ليكم مفاجأة وهدية إن شاء الله. كلنا هنا في القناة علشان نتعلم إزاي نقرأ القرآن بالمقامات وبصوت حسن دون الإخلال بأحكام التجويد. طيب، جزء التجويد ما كناش موفرينه في القناة. النهاردة إن شاء الله استطعت وربنا وفقني ان انا اقنع شيخي واستاذي فضيلة الشيخ المجاز الشيخ محمد عبد الحليم الحديري، معلم القرآن وصاحب مركز النور للقرآن الكريم وعلومه. قدرت ان انا اعمل معاه اتفاق ان احنا نشرح التجويد لمشاهدين القناة الاعزاء بكل التفصيل من البداية، وحتى الاحتراف إن شاء الله في علم التجويد، كيف تقرأ القرآن كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا كده هيبقى موفرين في القناة الشقين، الشق التجويدي وهو الأهم، ثم الشق النغمي وهو الذي يليه في الأهمية، مش رقم واحد. فأعتقد أنها بشرة عظيمة ومفاجأة كويسة جدا. أنا شخصيا اتعلمت على إيد الشيخ محمد، والفرصة دلوقتي بين إيدين حضراتكم أنكم تتعلموا منه. فأهلا وسهلا بفضلتك يا شيخ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أتمنى أن حضرتك تدي نبذة مختصرة للمشاهدين عما سندرسه في الكورس إن شاء الله. إن شاء الله في هذه الحلقات سندرس سويا أحكام التلاوة والتجويد وطريقة قراءة القرآن بطريقة سلسة جدا، بطريقة مبسطة ما فيهاش أي تعقيد. هتبقى طريقة عملية أكتر عنها من النظري. هنعرف النظري برضو مع بعض، لكن هنتعلم العملي الأول، لأن أغلب دروس التجويد اللي موجودة دلوقتي بتعتمد على النظري الأول ثم التطبيق العملي. لا، احنا هنختلف شوية في طريقة الأداء. هنتعلم مع بعض إن شاء الله في خلال الحلقات الجاية بإذن الله مخارج الحروف، صفات الحروف، أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام المدود بجميع أنواعها الأصلية والفرعية، أحكام اللامات السواكن، أحكام الميم والنون المشددتين، صفات الحروف وما يتعلق بارتباط الحروف ببعضها. هنتطرق شوية للوقف والوصل. الجديد في الحلقات إن شاء الله، الجديد في هذه السلسلة، إن احنا هنتعلم إزاي نقرأ القرآن من خلال الرسم العثماني في الأول. يعني أما أشوف الكلمة النون اللي معلهاش حاجة أعمل إيه؟ طب التنوين المتساوي، التنوين الغير متساوي، طيب السكون في المصحف شكله إيه بالظبط، طيب علامة المد لما ألاقيها على الحرف أعمل إيه؟ فهيكون الموضوع مختلف تماما عن الأساليب المنتشرة لتعليم الأحكام إن شاء الله. السلسلة دي هامة جدا برضو للمنشدين يا شيخ محمد، أعتقد أكيد علشان خاطر مخارج الحروف اللي هتنفعهم جدا، وإزاي يطلع الحرف صح. يعني حاليا بنسمع منشدين بيقولوا الحروف زي ما بيقولها أهل الغناء طبعا. تمام، فاحنا هيستفاد برضو، كل الناس هتستفاد من القناة، حتى اللي ما كانش بيقدر انه يتابع معانا سلسلة تحسين الصوت لعدم وجود الموهبة، يقدر انه يتابع معانا سلسلة تعليم التجويد واحكام التلاوة. اصدقائي المشاهدين، دي فرصة عظيمة، اتمنى انكم تكونوا متابعين الفترة دي للقناة بشكل كويس. كل اسبوع هيكون لنا لقاء مع الشيخ محمد ان شاء الله، مع الاتصال في سلاسل المقامات ما لهاش علاقة. يعني احنا دلوقتي لنا حلقة اسبوعية خاصة بالتجويد ان شاء الله برضو، وهنكمل مع بعض المقامات والصوت وعلومه وفنونه بإذن الله. لو متابع ومهتم بالحلقة، ياريت تكتب تعليق إيجابي، ياريت تقدم نصايحك لينا، ياريت تعمل لايك شير كومنت سبسكرايب، وتبعت القناة لأصحابك يتابعونا من البداية، علشان الدرس لما يكون انت متابع حلقة بحلقة غير لما يكون السلسلة كاملة موجودة على اليوتيوب. الفواصل الزمنية في العلم ده مهمة جدا. شكرا لكم، ونشوفكم على خير ان شاء الله في اول حلقة من حلقات علم التجويد.